بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه